جيو. لا اله الا الله، لا اله الا الله، هي ناقصة بيض، ناقصة بيض. صح كده؟ اهلا وسهلا بكم طلاب حب في كل مكان في الجمهوريه. يا مساء الخيرات والعزيمه والبهدله والمرمطه، يا مساء السنه العامه، يا مساء الخيرات على الناس اللي بقالها يومين ثلاثه وفضل ربنا ابو خريجين سنه يا ابطال. بدات بفضل ربنا من فتره، يعني انت يعني يا سنه هقول لك من فتره قليله سنه، بس عدت علينا بسرعه. تخيل انت كنت من شهر 8 خلاص كنت قلقان من الثانويه ونفسك تبدا السنه، دلوقتي انت بتفنش السنه، سنه خلصت وما حسيتش بيها. وانا هحتاج النقطه دي في كلامي دلوقتي. المهم سميت الله سيدي على رسول الله، ملخص الكلام عشان ما اطولش عليك سيبك تذاكر البايو اللي هي اخر ماده فضل ربنا وتبقى سينيور كبير، تبقى خريج ثانويه خلاص. ايه الاربع نقط اللي انت لازم تركز فيهم وللاخر؟ اول نقطه، اربع نقط، اول نقطه هي كومنت مهم على امتحان الجيولوجيا، ثاني نقطه كومنت اهم على وضع امتحان الجيولوجيا صاحب مزارع الدواجن الشهيري، ايوه. ثالث نقطه رساله لطلابي، رابع نقطه واهم نقطه ولازم تشوفها بتركيز قوي وصيتي، وصيه جيو ماجد امام ليكم ايه؟ وصيه جيو ماجد امام لطلابه ايه؟ وصيه جيو ماجد امام لطلاب الثانويه العامه عموما ايه؟ رقم واحد سميت الله صليت على رسول الله. رقم واحد يا حبايبي قبل ما اقول الاربع نقط دول انا عايز اقول حاجه مهمه، عايز اقول ان السنه خلاص بتخلص، عايز اقول لك خلاص افرح بقى وانبسط، عايزك بجد تفرح وتنبسط. السنه بتخلص، سنه اوريدي عدت عليك وسابت فيك علامات كتير وسابت جواك حاجات كتير وسابت جواك حاجات حلوه مش هتعرفها غير بعد الثانويه. انا اوريدي عارف دلوقتي ان انت يعني تعبان ومستنزف جسديا ونفسيا ومرهق وكل الكلام ده، بس ما تنساش حاجه مهمه، كل تعبكم ده يا حبايبي بفضل ربنا في ميزان حسناتكم، كل التعب الجسدي والنفسي في ميزان حسناتكم. انت سعيد، لعلك سعيت، لعلك دعيت، ولعلها اتيه، لعلها بجد اتيه، لعل سبحان الله يعني لعل احلامك وطموحاتك وامانيك اتيه من عند ربنا سبحانه وتعالى. وكده كده ان الله يرضى اجر من احسن عمل. فمن الاخر كل بهدله وكل مرمطه وكل درس وكل سهر وكل تعب وكل زقه لنفسك مرت عليك طول السنه وكل حاجه قرفتك وكنت بتقوم وتكمل غصب عنك، بفضل ربنا وحده هيعوضك عليها سواء في الثانويه او بعد الثانويه او في ميزان حسناتك. عايز اقول لك ان انت كده كده بتاخد حسنات طول السنه بفضل ربنا وفي ميزان حسناتك. يعني في حديث بيقول لك ايه؟ ان الملائكه لا تضع اجنحتها على طالب العلم رضاء بما يصنع. عايز اقول لك ان طلب العلم يعني يعتبر كالمجاهده في سبيل الله، ففضل ربنا انت كده كده كنت تعمل حاجه كبيره، كنت تعمل حاجه عظيمه، حتى لو انت مش شايف ده ومش واخد بالك من ده انت كنت تعمل كده فعلا. بلس ان في حاجه مهمه كمان بعد الثانويه، انت كده كده هتبقى مجهد. يعني ايه؟ لا كده 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 هتبقى مجهد شويه نفسيا وجسديا بعد شهرين ثلاثه من الثانويه، لكن بعد كده اقسم بربي وخليك فاكر الكلام ده، هتكون يعني خلاص بقى هتبقى كويس وهتكون استفدت كتير من التجربه، بدات تاخد قرارات يعني اعتمدت على نفسك لانك عديت على تجربه كبيره، حاجات كتيره جدا هتكون استفدت من الثانويه العامه، ازاي تشتغل او ازاي تدرس او ازاي تاخد قرارات او ازاي تكون مضغوط وتشتغل كويس او تحت ستريس تحت لود، كل الحاجات دي هتكون طلعت بيها. المهم اوعى تنسى الكلام ده، وان الثانويه العامه هتسيب فيك اثر كويس انت مش شايفه دلوقتي، يعني عشان بس مش حد يقول لي انت مش واخد بالك دلوقتي، لكن بعدين هتلاقيه بجد. بدون كلام كتير انا الاربع نقط المهمين سميت الله صليت على رسول الله تاني كمل فيهم الله يبارك لك. رقم واحد كومنت على الامتحان، الامتحان ما كانش سهل ولكن الطلاب الحمد لله حلت فيه كتير، يعني ناس كتير قوي فرحانه. الامتحان ما كانش سهل وبرضه ما كانش صعب عشان ما نقفورش، يعني الامتحان كان متوسط الى حد ما. الامتحان ناس كتير قوي قالوا عليه سهل، ناس كتير قوي قالوا عليه متوسط، ناس كتير طلعت تقول مثلا ان هو صعب شويه او في افكار كتيره او مش عارف ايه، لكن الاغلبيه انه سهل او يعني يميل ايه من السهل للمتوسط، ده رقم واحد. تاني نقطه ان بفضل ربنا حتى 10 نقط او 15 نقطه جايين بالنص مراجعه ليله الامتحان حتى اخرهم فاكرها انا لما كنا بنراجع بفضل ربنا وقلت لك لو الجيريه هي اللي فوق الطينيه تتكسر تحت، طب لو الطينيه فوق الجيريه هتفضل زي ما هي والطينيه هتتكسر، حاجات كتير ومدرسين كتير مش انا لوحدي في الماده، حاجات اساسيه وحاجات اكيد عليها كلنا بفضل ربنا. طب الباقي جيو انت ليه ما توقعتش 60 درجه في الامتحان في ليله الامتحان؟ باشا ما انا مش مطلع لك فيروس سحني. يعني الفكره كلها في ايه؟ ان بفضل ربنا اللي جاوب الامتحان كويس او اللي حل كويس او طلع مبسوط اللي كان بيكتب كل معلومه بنفهمها طول السنه، اوريدي احنا من اول السنه لاخر السنه بنتدرب على حل كتير جدا، بنتدرب على اسئله شافوه كتير جدا، بديك تكات وتركات مهمه جدا. ففضل ربنا حصيله التعب ده هو اللي كان في الامتحان في الاخر مش بس ليله الامتحان. وعشان لو كده عشان كده حاجه مهمه، لو حد بيشوفني من الدفعه الجديده لسه هتدخل الثانويه، الجيولوجيا محتاجه يعني تهتموا بيها من اول يوم لاخر يوم، مش ماده ان انا لمها في ليله الامتحان، ليله الامتحان ماشي هاكد على حاجات مهمه ويصيب ليله الامتحان تمام مع مدرسي في ليله الامتحان، لكن الباقي عايز تفكير وعايز ربط معلومات وعايز تريكات، فده تعليقي على الامتحان. بس الحمد لله الحمد لله الناس كتير يعني معظم الناس طالعه مبسوطه وفرحانه، وده اهم حاجه، ده اهم حاجه. كمان يا حبايبي شكرا لكم بجد، شكرا بجد على كميه الكومنتات التحفه اللي وصلتني، شكرا بجد على كميه الرسائل الجميله اللي وصلتني، شكرا بجد على كمية الحب اللي أنا حسيته منكم بزيادة وتأكدت منه منكم بزيادة وتأكدت إن تعبي
طول السنة معاكم وحب ليكم، واللي كان باين في المجهود والتعب فعلا موجود وفعلا وصل لكم وفعلا في قلوبكم ليا. شكرا بجد على كل كلام جميل وصل. اما بقى تعليقي على وضع الامتحان صاحب المزارع الدواجن الشهير الرسالة دي لوضع الامتحان ورسالة للوزارة كلها، وزارة التربية والتعليم اللي بتعايز تحط يعني امتحان على المبدأ على الاستنتاج ومبدأ على التفكير ومبدأ على التحليل، انا معاكم في ده ويلا نطور ويلا نجمل مفيش مشكلة، ولكن يكون في معايير واسس ثابتة. يعني مثلا امتحان جيولوجيا يتحط بالمعايير دي؟ هو مش شرط ان يكون امتحان كويس ان يكون مبني على افكار واقعد افكر واعصر دماغي باشا، بس في معايير اسمها معايير جيولوجيه تخصصيه. يعني امتحان كبير ما يكونش فيه قطاعات، يعني امتحان كبير ما يكونش فيه اسس الجيولوجيا مبنيه حتى لو صعبه حتى لو لفه، بس ازاي ما يكونش فيه كل الحاجات دي؟ فدي رساله لوضع الامتحان، انت كنت بتفكر ازاي؟ مع احترامي الشديد ليك واحترامي لاراء الناس، بلس كمان الوزاره نفسها انتوا بتعملوا ايه؟ كفايه لعب بنفسيه الطلاب، كفايه بهدله في نفسيه الطلاب، كفايه مرمطه في نفسيه الطلاب وتجارب في نفسيه الطلاب، الطلاب معمولين كأف يعني فران تجارب. امتحان ثانويه عامه في يعني ثانويه عامه بحجم الثانويه العامه في دوله كبيره وجميله زي مصر ودوله عظيمه زي مصر، لازم يكون كل حاجه فيها بدقه. بس اللي يغفر لوضع الامتحان بصراحه الحاجه الوحيده اللي تغفر له ان الامتحان كان سهل وفضل ربنا الطلاب حلت والطلاب طلع مبسوطه، فالحمد لله دي حاجه حلوه. المهم بغض النظر عشان ما بوصف فرحتكم بالامتحان، انا فرحان انه كان في متناول الجميع، فرحان ان ناس كتير جدا حلت بفضل ربنا، فرحان ان كل تكه وكل تركه طول السنه بنتدرب عليها وبنقولها شفا وبقول لك خلي بالك من دي وخلي بالك من دي، هي كانت حصلتها الامتحان 3 4 نقط فيهم تكات وافكار، الباقي كله فارمينه وقايلينه طول السنه من اول كلمه لاخر كلمه لحد مراجعه ليله الامتحان بفضل ربنا. فعموما وعلى كل الاحوال مبروك لكم يا حبايب الامتحان، الامتحان كان كويس، الامتحان يعني طبطب علينا بعد الفيزياء والكيمياء والمرمطه دي، هو ما كانش ماشي في عيون الناس بسيط خالص، برضه ما كانش صعب، اصعب من السنه اللي فاتت على فكره شويه، ولكن الحمد لله الجيولوجيا اللي بتطبطب علينا الجيولوجيا الحمد لله يعتبر جبناها في شوال، يعني الماده اللي فعلا كنا بنقولها نجيبها في شوال الحمد لله جبناها في شوال، هي الجيولوجيا طبطبت علينا الحمد لله. النقطه الثالثه والاهم هي رساله لطلابي، اهم حاجه الوصيه في الاخر بس رساله ليك، سميت الله صليت على رسول الله ركز مع الله يبارك لك. الرساله ليك بتقول ايه؟ الرساله ليك بتقول حاجتين، رقم واحد انكم هتوحشوني جدا، الدفعه دي بجد هتوحشني، انتوا هتوحشوني بجد بكل المرمطه وكل الحاجات اللي عشناها مع بعض، هتوحشوني بجد ومش هنساكم بجد، وهكون سبورت لكم في الجامعه كمان، واستنوا بفضل ربنا فيديوز ليكم للجامعه، انا مش هسيب الدفعه دي، دفعه ما تتسابش بجد. النقطه الثانيه والاهم بالله عليك اوعى تقارن نفسك بحد بعد النتيجه، اوعى تقارن نفسك بحد وتشغل دماغك مين جاب ومين ما جابش ودرجاتك، انت مش مجرد مجموع، انت مش مجرد رقم، بالله عليك ما تحطمش نفسك وما تقفلش نفسك باي حاجه، الاول ربنا يرضيكم ويرضيكم وربنا يوفقكم كلكم وتحلوا كويس في البايو ويفرحكم كلكم، بس ما تقارنش نفسك سواء حتى لو دخلت الكليه اللي نفسك فيها، ما تقارنش نفسك في الجامعه بعدين، افهم الكلام ده، ما تقارنش نفسك في الجامعه بعدين بفلان او علان، المقارنه يا حبايبي سبيل التعاسه، المقارنه يا حبايبي بتعيش صاحبها في ضيق وحزن شديد، ما تقارنش نفسك بحد مهما حصل، انت اكبر من اي حاجه وانت قد الدنيا وانت احسن من كل حد، ما تقارنش نفسك بحد، وصيتي لكم ادعوا لي. لما تفتكروني ادعوا لي زي ما كنت من اول لحظه اول السنه، كل ما اشوفكم وفي اول كل الفيديوهات ربنا ييسر اموركم ويسعد لكم ويحقق احلامكم ويفرج همومكم، كنت بقول لكم كده انتوا كمان ادعوا لي، ادعوا لي وقولوا الله يمسيه بالخير ما كانش بخل عندنا في حاجه، الله يمسيه بالخير كان زوره بيروح وكان بيصمم يكمل ويصور ويعني ويجتهد معانا ويتعب ويعافر معانا، الله يمسيه بالخير كان بكل تكه وكل معلومه ما كانش بخل بيها علينا، الله يمسيه بالخير كان بيحاول حتى يفرحنا او يشجعنا بجوائز او غيره، الله يمسيه بالخير كان بيحاول يلطف الحصه شويه ويخلي دمها خفيف وفي نفس الوقت نستفيد ونلخص، الله يمسيه بالخير لاخر لحظه كان معانا، ادعوا لي لان ممكن دعوه ليكم بظهر الغيب ليا تفرق معايا دنيا واخره، ادعوا لي كتير لما تفتكروني، دي وصيتي ليكم، اوعوا تنسوا لاخر لحظه انا بحبكم جدا، اوعوا تنسوا لاخر لحظه ان طلاب جيو ماجد امام بجد غير اي حد، ومبروك الجيولوجيا اللي جبناها في شوال بفضل ربنا، اوعوا تنسوا ان العمر ما فيهوش كتير، يتعاش في تعاسه ويتعاش في حزن ويتعاش في كآبه ويتعاش في حاجات غريبه كده بنعيش نفسنا بيها، مش قصدي على الثانويه والله قصدي على بعد كده. سنة 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 عدت في لمح البصر، العمر كله هيعدي في لمح البصر، اوعى تنسى تنبسط، اوعى الحياة تسرقك من انك تفرح، اوعى تفضل شايل الهم وشايل هم بكرة ومتمرمط كتير، عيش حياتك واستمتع بكل لحظة جاية في حياتك، ربنا ييسر اموركم يا حبايبي ويسعد لكم ويحقق احلامكم ويفرج همومكم في حياتكم الجاية وفي سنينكم الجاية كلها ويرضيكم ويرضيكم دنيا واخرة.
قولوا امين امين. ان شاء الله اقابلكم على خير، وان شاء الله كمان يومين ثلاثه ابارك لكم كمان انه خلصت ثانويه على خير، وان شاء الله ربنا يفرحكم بنتيجتكم على خير، واشوفكم في الفيديوهات الجايه على خير. اوعوا تنسوا الحمد لله جبنا الجيولوجيا في شوال. مبروك لكم يا حبايبي امتحان الجيولوجيا، هي كانت احسن حاجه لحد دلوقتي في الامتحانات. عقبال الباي، ربنا يرضيكم ويرضيكم مره ثانيه. اشوفكم على خير في الفيديوز الجايه. ادعوا لي كتير زي ما بدعي لكم، بحبكم جدا جدا جدا، مش هنساكم، وهنتقابل اكيد صدف في اي محافظه من المحافظات لما اشوفكم تاني. استنوا فيديوهات الجامعه ليكم. مع السلامه.